على لهيب الأسعار المتصاعد في تركيا ينضج هذا الخبز. فهذا المخبز توقد ناره من الغاز الطبيعي الذي ارتفع ثمنه بنسبة 50% للمنشآت التجارية المختلفة ونصف المعدل للمنازل. بعد الارتفاع الأخير في أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ازدادت نفقات الإنتاج لدينا، كما أن نفقات عمالنا مرتفعة الآن، والجميع يقول لا زيادة في أسعار الخبز، ولكن كل المصروفات مضاعفة الآن. أما طابور سيارات الأجرة هذا فقد جاء به قرار برفع تسعيرة المواصلات العامة في اسطنبول بمقدار 36%. هنا يتم تعديل برمجة عدادات السيارات وفق التسعيرة الجديدة التي سبقتها زيادة في أسعار الوقود. مشكلتنا الرئيسية هي سعر الديزل وتكلفة صيانة السيارة، فقد زادت بنسبة 300%، كما أننا ندفع 1230 ليرة نتيجة السعر الجديد لكل سيارة أجرة. هذا أيضا مبلغ ضخم، لا أحد يفكر في سائقي سيارات الأجرة. هذا القطاع يجب على جميع الوزارات أن تهتم به. وفي الشارع ثمة خشية من استمرار رفع تكاليف الخدمات والسلع الأساسية رغم انتعاش الليرة. ووسط موجة الغلاء هذه، تقول الحكومة التركية إنها تسعى لتخفيف العبء على المواطنين من خلال تقديم حزمة حوافز اقتصادية تدخل حيز التنفيذ أواخر هذا الشهر، ومنها رفع غير مسبوق للحد الأدنى للأجور على أمل تحقيق توازن في السوق. محمد المشهر، وسكانيوز عربية، اسطنبول.